عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلوات الله عليه. اليوم خياتي جبت لكم بنية بلا بيض، يعني ما شاء الله يخرجوا هايلين، وخاصة لأصحاب المشاريع اللي تحب يعني تمد هكذا القهاوي ولا يعني أصحاب المشاريع اللي تحب هي قاعدة في البيت، الماكفات في البيت، قاعدة في البيت وتخدم وتجيب ما كتب ربي. هاد لي بنية ويجو هايلين وما شاء الله. واش عندي هنا؟ أنا عندي هنايا عندي طل فارينة 500 غرام فارينة، هنا نضيف لهم زوج ملاعق كبار تاع السكر، ملعقة الأولى والثانية تاع السكر. نضيف كذلك ملعقة ونصف تاع خميرة الخبز، عندنا هنا نديرو عفوا ونضيف كذلك ملعقة تاع فانيليا، هنا عندنا في الوسط نحطو، هنا عندي ملعقة مملوءة كما راكو تشوفوها تاع زبدة هاي ليك، وعندي كذلك زوج ملاعق تاع الزيت، ملاعق كبار تاع الزيت الأولى والثانية. واش نديرو هنا؟ نزيد كذلك نحط هنا في الوسط واحد أربع ملاعق هكذا تاع الماء، ونزيدو كذلك الملح، عندنا واحد نصف ملعقة تاع الملح، ونخلطو. الماء يكون عندنا دافي، الآن نضيف الماء. بسم الله، صدقوني هاد لي بنيي يجو هايلين، وحتى للقهوة ولا يجيك ضيف ولا تقدري توجديهم له يعني بسرعة، خاصة ساعات ما يكونش موجود البيض في البيت توجدهم يعني بلا بيض. نعجنوا شوية العجين تاعنا، باش ندخلوا هذيك الزبدة اللي لداخل مليح والزيت راهي تلصق شوية في اليد، لكن لما نعجنوها خلاص تولي ما تلصقش. نعجنوها واحد ثلاث دقائق حتى الربعة هكذا، وهنا أنا هنا كملنا العجين تاعو. شوفوا ما تلصقش، شوفوا كيفاش ولات عجينة شابة هايك.
شوف ما شاء الله عليها. الآن نلموها نحطوها دون زين بول هكذا فيه شوية فرينة هاك، نرشوها كذلك شوية فرينة من الفوق ماشي حاجة هكذا، ونخلوها تخمر، نغطوها ونخلوها تخمر، نحطوها في مكان دافي ولا دون زان بلاكار ونخلوها تخمر، لما تطلع وتخمر رايحة نرجع لكم. ها نرجعنا بعد ما خمرت العجينة تاعنا، هاي كيفاش جات. هايك ما شاء الله، هاي كيفاش جات العجينة تاعنا، راه عجينة شابة، هادي شابة بالبزاف. شوف نعاودو نعجنوها هكذا، عندك نرش لو بلون دو ترافاي تاعنا الفارينة، ونحل العجين تاعنا بالحلال، نحلوها كامل العجينة تاعنا. انا والله غير عندي حلان كبير لكن ما نحبش نحل به، هذا اللي يعجبني. والله انا حلينا العجين تاعنا، نجيبو سنيه ونحطوها هكذا هنا قدامنا، نشكلو شكلهم، نحطوهم هكذا. طبعا هادو تاع طبعوهم هكذا بهذا الشكل ودير لهم هنايا في الوسط، يعني طابع يكون شويه كبير. هادو تاع اللي يحبوا يديروا مشاريع. هلا تعدى تقدروا ديروهم شوية صغار عليهم. هاك غير ما شاء الله العجينة راهي طبعا. بالنسبة للمشاريع كديري مشروع ماشي راح تقدميه للقهوة تقدميها صغيرة، لا لا حبة تكون كبيرة. وبالنسبة للبيت دي تتحكمي في الحجم. نكمل انا كامل هكذا الكمية هذه اللي عندي ونخليهم يخمروا مرة تانية، ولما يخمروا راح نرجع لكم باش نقليوهم مع بعض. وهاد العجينه هادي اللي تبقى ما تعجنوهاش، لموها برك، تقدروا هادو ملي قعدوا لكم هكذا ديروهم هكا صغار للدراري هكذا، ديروهم هكا صغار للدراري
راحين يحبوهم هكذا، ديرهم فيهم السكر. ها هكذا، تلموا هاد العجينة، نزيدوا هادي فوالا، نزيد هادوما لموهم هكذا فقط، ما تعجنوهاش. شوفوا ما شاء الله رانا خادمين، شحال من حبة غير برطل، لموها هكذا. وخدوا ساشي غلفوها، خلوها تريح، ومن بعد عاودوا ولوا ليها عاودوا حلوها وشكلوها كما شكلنا الاولين. فوالا تاعنا هاوليك بعد ما خمر، ما خمروا لي بنيه تاعنا، انا نقلو فيهم، سخنوا الزيت ومن بعد نقصولو، باش ما نخلوش الزيت تاعنا يروح هكذاك. نحطو هاد الصغار هكذا، شوفوا ما شاء الله عليهم. نقلوهم هكذا بشوية، هنا يقطروا شوية برك، نحطوهم مباشرة في السكر. الآن نقلوهم، عفوا الآن نسكروهم، نسكروهم هكذا. شوفوا ما شاء الله كيفاش جاو مقرمشين وداخل خفاف. نكمل أنا كامل هكذا لي بنية تاعي، نقليهم ونسكرهم هكذا ونوريهم لكم في طبق. تاعنا هم لي بيني تاعنا كيفاش جاو، راه جاو ما شاء الله عليهم، اصحاب المشاريع راحين تنجحوا فيهم باذن الله. ملي جاو طريين مقرمشين من الفوق لداخل العجينه، شوفوا كيفاش جاو طريين ما شاء الله. حتى هادوما هذا الكريات هادو الصغار هادو، شوفوا كيفاش جاو كذلك، وما كذلك جاو هايلي. شوفوا شوفوا الداخل كيفاش جاو ما شاء الله. هايك ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه هذه، وما تنساونيش خياتي باللايكات، شوفوا الداخل كيفاش جا وما شاء الله، والإعجاب للقناة. واللي يشوف قناتي أول مرة يعمل لي لايك واشتراك ودعموا قناتي، بارتاجيوها مع أحبابكم أصدقائكم جيرانكم لما لا،
وخليكم أنا في أمان الله وحفظه، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. أستودعكم الله في أمانه وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.